الحمد لله الذي يبعث في القلوب أنوار الإقبال عليه، وصلى الله على من دل على الله على وصف الكمال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين. كان حديثنا في المجلس الماضي، وهو المجلس الأول، عن مفهوم التعامل مع الإرادة، مريد الآخرة ومريد الدنيا، مريد الله ومريد نفسه وأهوائها. وكان الحديث عن مفهوم الدنيا المذمومة، وأن الإشكال ليس في الأكل ولا الشرب ولا اللباس ولا السيارة ولا العمل ولا البيت، ولكن الإشكال في نية الإنسان وتعلق قلبه. هل يكون مملوكا لنفسه؟ كلما أرادت شيء ينبغي أن يكون كالعبد المسخر، يسعى ويجري ويركض لها فيما تريد، أم أنه يعطيها ما يمتعها بطريقة تجعلها تعود إلى الله عز وجل، ويكون بسبب هذا الأمر متمتعا متعة تدوم في الدنيا وفي الآخرة. ثم مر معنا الحديث أن من أراد أن يصل إلى الله يحتاج في بداية الأمر إلى شيء اسمه الباعث، هو موضوع مجلسنا اليوم. الباعث مأخوذ من الانبعاث، الدافع الذي يحرك في قلب المؤمن همة السير إلى الله. ما الذي يجعل الإنسان المطيع يطيع والآخر يقصر؟ ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يقوم من نومه وتمتعه بالنوم والاسترخاء عندما يسمع المنادي يقول الصلاة خير من النوم، فيستجيب لنصيحة أن الصلاة خير من النوم ويخرج من متعته؟ ما الذي يدفعه يبعثه على أن يفعل ذلك؟ ما الذي يجعل الإنسان في لحظة يسيل فيها لعابه طمعا في نيل صفقة من المال في تجارة أن يتوقف ويقول لا، هذه مشبوهة، هذه فيها ظلم للآخرين، هذه فيها أكل أموال الناس بغير حق، فيمسك ونفسه تشتهي أن تنال؟ ما الدافع؟ ما الباعث الذي بعث على أن يترك ذلك؟ ما الذي يبعث الإنسان على أن يفكر في يومه وليلته كيف يتقرب إلى الله؟ ما الذي ينهض همة الإنسان ليجعل حياته كلها طلبا لله وإرادة للقرب من الله؟ هذا الدافع الذي يحصل في قلب الإنسان وتنتهض بسببه وتقوم في نفسه معاني الهمة، أن يصبح صاحب طاقة يستطيع بها أن يقبل وأن يواجه نفسه وأن يخالفها. ما الذي يجعل الإنسان يستمر عندما يقبل موسم طاعة أو عبادة، شهر رمضان أو موسم الحج أو شيء من ذلك؟ إذا أقبل رمضان نلاحظ أن الناس في الليالي الأولى يملؤون المساجد، ثم بعد ذلك إذا بدأت 5 أيام 6 أيام 7 أيام تبدأ الناس تضعف قليلا، يبدأ العدد يقل، ثم إذا جاءت المراغبات في العشر الأواخر قامت الناس بهمة أكبر. ما الدافع الذي يدفع الإنسان إلى الاستمرار في سيره إلى الله؟ هذا الذي يسمى الباعث، اليقظة الأولى التي تحرك في الإنسان إرادة أن يكون مع الله. ما الذي يجعلك تريد أن تكون مريدا لله عز وجل؟ ما الذي يبعث في قلبك هذا الأمر؟ هو الذي نتحدث عنه في هذا المجلس، الباعث. يقول العلماء أن هذا الباعث هو جند من جند الله الباطنة، أي شيء يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان، يحصل في قلب الإنسان فينتهض بهمة. ترون أحيانا إنسانا تمر عليه أشهر بل سنوات في غفلة، يا فلان صلي، يقول طيب بعدين، فجأة هذا الإنسان الذي كان تاركا للصلاة يأكل الحرام، يتعامل مع الناس بالسوء، في ليلة ويوم نفاجأ بهذا الإنسان أقبل، اغتسل، تاب، صار يذهب إلى المسجد، حسنت أخلاقه مع الآخرين، صار يحسن للناس، يقولون فلان الله هداه، هكذا يقولون ربنا قد هداه. ما قصة هذه الهداية؟ لحظة الصلح، همة الإقبال على الله، شيء يقذفه الله في قلب الإنسان اسمه الباعث. الباعث هذا مثل دعوة الحضور إلى مناسبة، ولله المثل الأعلى. ما الذي يجعل فلان وفلان وفلان وفلانا يحضرون مناسبة من المناسبات؟ أرسلت إلي بطاقة دعوة، نرجو تشريفنا بحضور مناسبة زواج أو مناسبة بيت جديد أو مناسبة حفلة كذا. هذه بطاقة من خلالها تحصل الهمة على الذهاب على الاستجابة. السير إلى الله
إرادة القرب من الله أولها بطاقة دعوة تتوجه من رب العالمين، دعوة من الله إلى العبد ليقبل عليه. طيب هي دعوة من الله عز وجل، فما دخلي إذن؟ لماذا نتحدث عن طلب حصولها؟ الله عز وجل جعل أسبابا لحصول هذه الدعوة، لحصول هذا الباعث في قلب الإنسان. يقول العلماء المربون الربانيون أن الباعث يحصل في قلب الإنسان للإقبال على الله إما في حالة ترغيب، سماع شيء يرغب في القرب من الله، أو في حالة ترهيب، شيء خوفه من أن يستمر على الحالة السيئة، أو في حالة تشويق، شعر بشيء يجعله ينظر إلى القضية أنها معاملة مع الله، أنا أحب الله، أنا مشتاق إلى القرب من الله، كيف تمضي علي أيامي وليالي تمر هكذا، ما ازددت قربا منه، ما ذقت حلاوة الصلة به، حال شوق يحصل في القلب. أو أن يكون بسبب آخر يتعلق بتأثر الإنسان بغيره وهو مجالسة الصالحين، أو قد يكون بدون سبب. تعالوا نمشي معها خطوة خطوة، نحن نريد الباعث، نحتاج الباعث، نحتاج الباعث، نحتاج الهمة التي تحملنا على أن نسير إلى الله. ما نصلي يومين ثلاثة ثم نفتر ونترك، ما نقبل على الطريق وعلى تطهير القلب وعلى مجاهدة النفس أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم ننتكس ونعود بدون همة. يبحث أحدنا عن الهمة التي كانت تجعله يصلي ركعتين في جوف الليل، لا يجدها، ما الرغبة غير موجودة، الباعث أين ذهب؟ الكلام عن الباعث. من الممكن أن يأتي الباعث بدون سبب، ممكن يكون الإنسان في منتهى الغفلة، ما تسبب بشيء من الأسباب، ولا حاول ولا طرق الباب ولا رغب أن ينبعث في قلبه معنى الإقبال، ونظر الله عز وجل، نظر الله إليه نظرة أحيا فيها عنده الهمة وأقبل على الله. هذه تحصل، تحصل أن يقبل الإنسان في لحظة من اللحظات، ينظر الله إليه فينتهض في قلبه الباعث. طيب ما دامت تحصل بدون أسباب، ممكن ننام عن أخذ الأسباب لها وخلاص إلى أن يهدينا الله. فلان مالك ما تصلي؟ قال إن شاء الله يهديني ربي أصلي. طيب فلان مالك تذهب إلى الشغل تبيع وتشتري أو تتوضى؟ قال هذا لأجل الرزق. طيب ما الذي يهدي هو الذي يرزق صح؟ من الممكن أقول عندما يرزقني الله سيأتي المال، لماذا أذهب أتسبب لحصول الرزق؟ لماذا تذهب إلى المدرسة تريد الشهادة وبعد ذلك تتوظف بعد الدراسة والوظيفة وتبحث عن الواسطة، وأحيانا بطريقة صحيحة وأحيانا بخاطئة؟ لماذا أحيانا تسهر في الليل لترتب للاجتماع؟ لماذا تحرص على أن تأتي في المواعيد المضبوطة تنجز العمل بطريقة صحيحة؟ قال هذه أسباب لحصول الرزق، الله الرزاق، لكن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب، أعقلها وتوكل. نقول كلام صحيح، أعقلها وتوكل. أيضا الهداية لها أسباب، كما أن للرزق أسبابا. الذي يقول الرزاق هو الله ولن أخذ بالأسباب أبدا، يقولون عليه ماذا؟ متواكل، مغفل، غبي، عاجز، إنسان سلبي، أي اسم من الأسماء التي نعتاد نسمعها. طيب نفس الشيء، الذي يترك العمل للحصول على الرزق تواكلا لا توكلا يقال عنه هذا الأمر، والذي يترك العمل للحصول على الهداية ما خبره؟ فلان مالك أقبل على الله؟ ما هداني الله عز وجل. فلان تعال الحج جاء موعده، ما هداني الله عز وجل. فلان ما جاء الوقت تتوب إلى الله من أكل الحرام، من الغش والسرقة لا إن شاء الله دعونا الله يهدينا إن شاء الله بدعاء ربي يهدينا. نعم الدعاء من الأسباب، لكن هناك أسباب أخرى، نحن محتاجون للتسبب لحصول هذا الباعث. تعرفون لماذا؟ لأن المشكلة كبيرة ستكون إذا مرت الأيام والليالي وما حصل الباعث في قلبك. المشكلة كبيرة إذا جاءت ساعة الموت وما انبعث في قلبك معنى الرغبة في الوصول إلى الله، ضاع العمر، انتهى. من الممكن مسلم تمر عليه السنوات الطويلة وما ينبعث؟ ممكن، ممكن. هناك من تجاوز 80 من عمره وما تحرك في قلبه باحث الإقبال على الله، ما تسبب في ذلك، ما طلب، ما قرع الباب، ما وقف على باب الله عز وجل. إذا نحن بحاجة إلى التسبب لحصول الباعث، أنت محتاج إلى أن يقذف في قلبك الباعث وأنت محتاج. كيف نتحصل على هذا الباعث؟ قال العلماء أن نفس الإنسان البشرية تتأثر لتنفعل وتقبل إما بسبب الخوف وإما بسبب الطمع أو بسبب ثالث، الحب. خوف أو طمع أو حب. إما الخوف، تجد إنسان يشتهي قطعة من الحلوى وعنده مرض السكر، عاف الله من أصيب به، ونفسه تهفو إلى قطعة الحلوى
والسكر مرتفع. صديقه يرى يكاد يختلس النظر، الناس ما تنتبه ويأخذ اللقمة. ماذا يقول لك؟ انتبه، الآن السكر عندك 400، لو أخذت هذه الحلوة من الممكن أن تفقد بصرك. ماذا يحصل عندما يقال له يمكن أن تفقد بصرك؟ يترك، خلاص انتهى. ما الذي جعله يترك ونفسه تشتهي؟ القرار هذا كيف اتخذ؟ في لحظة خوف، عندما يقال له أنت عندك تستأخير عن العمل، عن وقت الذهاب إلى العمل، سجل عليك أول ملاحظة وثاني ملاحظة، ووجه إليك لفت نظر ثم تعهد، وجاءك إنذار لو تأخرت غدا عن الموعد في عن الذهاب والاستيقاظ مبكرا من الذهاب إلى موعد العمل، في موعده سيصدر قرار بطردك. نمت ودق جرس المنبه، استيقظت على جرس المنبه يقول لك هذه الساعة التي ينبغي أن تستيقظ فيها وتلبس وتذهب إلى العمل، شعرت أنك محتاج شوي تأخذ قفوة، وتذكرت في اللحظة التي قالت لك نفسك شوي يرتاح، تذكرت أن هناك إنذار بالطرد، ما الذي يحصل؟ تفز تقوم. ما الذي حصل هنا؟ انبعثت همة من داخلك. ما سبب هذه الهمة التي انبعثت؟ خوف حصل في داخلك. لهذا نجد في القرآن الكريم، وبعضنا يسأل، نسمع الكثير يتساءلون لماذا كثرت الآيات في القرآن الكريم التي فيها ذكر جهنم، فيها ذكر النار، فيها ذكر العذاب، فيها ذكر الغضب، لماذا جاء في السنة، جاءت أحاديث عن عذاب القبر؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ الحاجة إلى ذلك أنا وأنت نحتاج كبشر. نعم أحيانا بعض الوعاظ إذا أكثروا من ذكر النار بالترهيب دون الترغيب يحصل صد في النفوس، تنفر النفوس، لكن في الحقيقة النفوس بحاجة إلى الترهيب، نحن بحاجة إلى أن نخاف. عندما تتذكر أنك ستموت، هذه حقيقة، نسيتها تذكرتها ستموت، ستموت، وبعد الموت ستقبر، ستحاسب، ستقف بين يدي الله عز وجل، سيذكرك بأيام حياتك يوما يوما، موقفا موقفا، لحظة لحظة، وسيسائلك وسيحاسبك. عندما تتذكر أنك ستمر على الصراط، إما أن تجتازه إلى الجنة أو تهوي إلى النار، يحصل انتباه ولا يحصل انتباه. عندما تتذكر هذه المعاني وأنت مصدق أنها مقبلة، يحصل عند القلب يقظة وهمة في الإقبال على الله. هذه الهمة في الإقبال على الله هي الباعث الذي نتكلم عنه، حصل هنا بالتخويف، حصل هنا بالتخويف. عندما يأتي الطفل الصغير، وكلنا في هذه الناحية أطفال، تجد في الطفل الصغير عنده ضعف في المواظبة على المطالعة للدرس، مذاكرة، والاختبارات تقرب اقتربت، تجد الأب يقول للابن لو ذاكرت ونجحت وأتيت بمجموع أنا أشتري لك دراجة، أشتري لك اللعبة الفلانية. ما الذي يحصل عند الطفل؟ يدافع الملل الذي في نفسه من أجل أن يطالع لينجح وينال. دع الطفل في الجامعة، شاب في الجامعة، قال له والده لو أتيت ب95%، لو جئت مجموع فوق 90 أشتري لك سيارة جديدة، أشتري لك سيارة جديدة. ما الذي يحصل؟ كلما بدأ يكسل يتذكر سيارة المقبلة عليه، يستيقظ وتستيقظ فيه الهمة، لأن نفس البشر هكذا يحركها معنى الطمع. وهل هناك شيء يستحق أن يطمع فيه أعظم من أن تطمع نفسك فيما عند الله عز وجل؟ عندما تقرأ ما أعده الله من النعيم لأهل الإقبال عليه، عندما تقرأ ما أكرم الله به أهل الجنة من قصور وأنهار وملك ونعيم مقيم ورضوان من الله أكبر، ألا تشتاق إلى مثل هذا العطاء؟ عندما تعلم أن أفقر أهل الجنة، أن أفقر من في الجنة يملك مثل الدنيا 10 مرات، ألا يحرك هذا في قلبك معنى؟ إذا أنت بحاجة إلى الترغيب. الباعث متى يأتي؟ الكلام هنا كله عن الباعث، إما في التخويف أو في الترغيب، يعني خوف أو طمع. ما هي النقطة الثالثة التي ذكرناها؟ حب. عندما تتفكر وتقرأ في كتاب الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، عندما تقرأ قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وتتأمل كيف أنه في لحظة مخاطبته للمسرفين على أنفسهم لم يتبرأ منهم، نسبهم إليه، قال يا عبادي، ما هذا الكرم؟ كيف يعاملنا هذا الرب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، انتبهوا سيأتيكم العذاب، لا تقنطوا من رحمة الله.
عندكم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. عندما تمر على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك فيه أن ربك جل جلاله ينادي في كل ليلة من آخر الليل، هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من ذي حاجة؟ عندما تعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، عندما تتفكر فقط في أحوالك مع الله، كم مرة أذنبت لو فضحني أمام الناس لن يسلم علي أحد، كم مرة سترني، كم مرة أنقذني في هذه المواقف، هذه معاني تبعث في قلبك، تحرك في قلبك معنى الشوق إلى هذا الرب الكريم الذي يعامل بهذا الإحسان. عندما تقرأ أنه في الكتب القديمة جاء أن البحر يستأذن الله عز وجل في كل يوم، صبيحة كل يوم، أن يغرق الناس العصاة، والسماء تستأذن الحق عز وجل أن تطبق عليهم، والأرض تستأذن الله عز وجل أن تنشق فتبتلعهم، فيقول الله عز وجل للسماء وللأرض وللبحار وللمحيطات إنكم لم تخلقوهم ولو خلقتموهم لما قلتم هذا. تعرف نظرة الأم إلى الإبن عندما يخطئ أو يسيء، ويأتي الناس يعاتبونها، ابنك عمل كذا، لماذا لا تعملي معه كذا، ابنك قد تغضب عليه، قد تتضايق، لكن لو رأت العالم كله قد أصبح يذم ابنها يتحرك معنى الحب في قلبها، تقول دعوني وابني، أنا أتصرف مع ابني. ولله المثل الأعلى، لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم ونظر مع بقية الصحابة في المعسكر، نظروا إلى امرأة فقدت طفلها في المعسكر وأخذت تبحث عنه، أم فقدت الطفل، ورأوا الطفل وهو يقبل، بعد مدة أيام الأم تبحث عن الطفل والطفل يبحث عن الأم، فجاء الطفل الصغير يكاد يتعثر في مشيته، لما نظر إلى أمه ركض إليها، ولما نظرت الأم إليه ركضت إليه، فلما التقيا وتعانقا والأم تبكي والطفل يبكي لم يبقى أحد من ساداتنا الصحابة إلا وبكى. فلما بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظر النبي إليهم وقال ما الذي أبكاكم؟ قالوا حنانة هذه الأم على ولدها. قال أترونها ملقية ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. عندما نستشعر هذه البداءة، هذا الاستباق من الله بهذه المعاملة الراقية، ألا نحب هذا الرب؟ ألا نشتاق إليه؟ فمعنى الشوق إلى الله يبعث الواحد منا على أن يتساءل، أين أنا من صلتي بهذا الرب؟ كانوا يسألون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أحد الذين ازدان بهم هذا الجامع الأموي الكبير في دمشق، الخليفة الراشد، سألوه كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قال كانت لي نفس ذواقة تواقة، نفسي تتذوق شيء، ما يمر الشيء هكذا عليه، وتواقة إذا ذاقت شيء اشتاقت للشيء الأعلى. قال فتاقت إلى الدنيا، إلى المال، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى اللباس، فحصلت على ذلك، ثم تاقت إلى الولاية، إلى الإمارة، فنلت إمارة المدينة وتمتعت بذلك، ثم تاقت إلى ما هو أعلى، ما هو أعلى؟ نكون خليفة حاكم البلاد بكلها، فنالت الخلافة، فلما ذاقت الخلافة تاقت إلى ما هو أكبر، هل يوجد شيء أكبر من حكم الأرض، حكم أكبر دولة في العالم؟ قال فلم أجد شيء من أمور الدنيا أعلى مما وصلت إليه، فاشتقت إلى ما هو أعلى، فلم أجد إلا الآخرة هي الأعلى، قرب الله عز وجل. الباعث الذي سيبعثنا على السير إلى الله سيتحصل بأحد هذه الثلاثة الأشياء، إما الخوف أو الشوق أو الطمع. خفت من غضبه وعذابه، التجأت، جاءت عندك الهمة للصلاة، قرأت عقوبة تارك الصلاة جاءتك الهمة في الإقبال، طمعت فيما سيعطيك من عطاء جاءتك الهمة بالإقبال، اشتقت إليه أحببته جاءتك الهمة بالإقبال. أو مجالسة الصالحين، ما معنى مجالسة الصالحين؟ الصالحين ما عندهم زرار يدوسون عليه، زر يكبسونه وتنتهي المسألة، لا، مجالسة الصالحين والنظر إليهم وصحبتهم تحرك في القلب الرغبة فيما أعطاهم الله من الخير. كان بعض السلف يقول إني إذا نظرت إلى محمد بن واسع تجددت عندي الهمة في الطاعة شهرا كاملا. قال لماذا؟ قال نظر إلى إنسان تحقق بثمار الطاعة، عندما ترى إنسان دخل في مسابقة معينة وفاز ونال مبلغ أمامك تقول سبحان الله لو دخلت المسابقة، حصل هنا تأثر لأنك رأيت آثار هذا الأمر. مجالسة الصالحين،
لأن الصالحين جالسوا صالحين قبلهم، والصالحين جالسوا صالحين، وتسلسلت هذه المجالسة إلى أصلح الصالحين. وهذا علم اختص الله به أمتنا، مسألة التسلسل في النظر والمجالسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يوشك أن يبطئ الفتح عليكم فيسأل أفي الجيش من رأى رسول الله، فيستفتح بهم فيفتح الله تعالى لهم. الحديث صحيح. قال: ثم يأتي زمان يقال: أفي الجيش من رأى رسول الله؟ فيقال: لا. فيقال: أفي الجيش من رأى رسول الله؟ فيقال: نعم. فيستفتح فيفتح لهم. هذا المعنى أن المجالسة لأهل الصلاح يحصل بسببها سريان نور الصلاح من قلوب الصالحين إلى قلوبنا. تتذكر مرة من المرات أنك حضرت مجلس ذكر مع أحد الصالحين، أو خرجت مع صحبة صالحة رأيتهم يعبدون الله بطريقة راقية، شعرت في قلبك أنك حدثت نفسك: لماذا أنا لا أطيع مثل هؤلاء؟ هنا يحصل الباعث. حصل الباعث، توجهت إلى الله. نحن سنخرج من هذا المجلس نفكر كيف يحصل الباعث، سنقرأ في سير الصالحين، سنجالس الصالحين، سنقرأ في كتاب الله، سنستمع إلى المواعظ، إلى الخطب التي تحرك في قلوبنا الهمة. حصل الباعث، ما الذي يترتب على حصول الباعث؟ طيب خلاص حصل الباعث. قال: نعم. إذا حصل الباعث أمامك ثلاث مهمات مع الباعث. المهمة الأولى الحفاظ على هذا الباعث. جاءتك هدية من الله، انظر بنظرة تعظيم لهذه المنة. قلنا قبل قليل البعض يصل إلى 80 وما تحرك في قلبه الباعث. أنت في 20، أنت في 30، في 40، في 50، في 60، دون 20 الآن بعث في قلبك همة الإقبال على الله. حافظ عليه وقوه حتى لا يذهب. كيف أحافظ عليه؟ قالوا: المحافظة عليه بالإعراض عن مجالسة السيئين، مجالس السوء. مجموعة خرجت تتمشى معهم رأيت فسحتهم فيها سوء، تجنبها، انصحهم، قبل وتركها. ابحث عن أناس يتمتعون بما يرضي الله لا بما يغضب الله. صحبة السوء تؤثر. وبالإعراض عن وسوسة الشياطين. الوسوسة ستأتي، لكنك تحتاج كل ما جاءك الوسواس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الإعراض عنها. هذا يحفظ على قلبك الباعث. اختار من تجالس بعد أن بعث في قلبك الإقبال على الله لتحافظ على الباعث. أعرض عن وسوسة الشياطين يحفظ لك الباعث. طيب موجود الباعث لكن ضعيف، يحتاج إلى تقوية، هذا الأمر الثاني. نعم، الباعث يقوى بثلاثة أشياء. الشيء الأول الذكر، يكون لك نصيب من الذكر، وسيأتي إن شاء الله في المجالس المقبلة حديث عن أدب الذكر، عن كيف نذكر الله، وسنذكر الله معا إن شاء الله عز وجل في مجالسنا حتى نذوق لذة الذكر مع بعضنا البعض. الذكر لله، الحفاظ على الذكر يقوي هذا الباعث في القلب. الذكر لله عز وجل والفكر فيما عند الله. تمر عليك أوقات فكر فيها: أنا بعد الموت ماذا سينتظرني عند الله عز وجل؟ كيف سأقبل على الله؟ الفكر فيما عند الله. ونكرر مرة أخرى المجالسة للصالحين. نعم، مجالس الذكر ومجالسة الصالحين حتى التقوية. نعم، حتى تقوية الباعث تحصل بمجالسة الصالحين. وبقيت مسألة واحدة وهي الاستجابة للباعث. نحن تكلمنا عن الحفاظ على الباعث، تكلمنا عن يقوى الباعث بالذكر والفكر ومجالسة الصالحين. كيف استجيب إلى الباعث؟ حصل الباعث، حصل في قلبي رغبة في السير إلى الله. قالوا: الاستجابة للباعث بالمبادرة إلى طلب الأعمال الصالحة. حصل في قلبك الليلة همة أنك ستقبل على الله، قل: اليوم لن يفوتني الفجر، من هذه الليلة لن تفوتني صلاة الفجر، سأنام عن صلاة وتر. استجيب مباشرة. لماذا مباشرة الاستجابة؟ قالوا: لأن الشيطان يخاف إذا وجد الباعث حصل في قلب المؤمن السائر إلى الله، مريد القرب من الله، يبدأ يدخل عليه بمدخل اسمه التسويف. لا لا، أنت الآن بكرة بتروح عند المجموعة الفلانية، وعد عندك في الجامعة مشكلة كذا، وأصحابك وعدتهم كذا، طب خلص بعد يكون عمرك كذا نبدأ نخلص المشروع الفلاني وخلاص بعدها صافية لبن نتعامل مع الله بالإخلاص. قل: لا، تدري أنك تعيش، تضمن أن تعيش إلى ذلك الوقت، الآن بادر. طيب أنا لا يزال عندي ضعف، لو عزمت ربما لا أنفذ بالكامل. نفذ بالناقص لا تنفذ بالكامل. رحم الله سليمان، ربيع بن سليمان كان يقول رحمه الله تعالى: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، يعني سير الأعرج. ما معنى الأعرج؟ بدأت تصلي لكن لا تزال صلاتك ليس فيها حضور، بدأت تقرأ القرآن لكن قراءتك مكسرة ما تحسن القراءة، واصل اقرأ واحرص على أن تجد من يعلمك كيف تقرأ. بدأت ترتب حياتك على أساس الوجهة إلى الله لكن أحيانا تغلب عليك نفسك، واصل، سر إلى الله عز وجل ولا تتأخر، لا تنتظر
أن تأتي الفرصة لتقبل على الله، حصل في قلبك رغبة في الإقبال على الله، أقبل على الله مباشرة. لهذا المجلس الذي عقدناه في هذه الساعة، المطلوب أن نخرج وإياكم من ساعتنا هذه بابتهال وتوجه إلى الله، فإن يبعث في قلوبنا هذا الباعث. فإذا شعرت بعد هذا المجلس أن الباعث، أن الهمة للسير إلى الله بدأت تتحرك في قلبك، احرص على أن تشهد منة الله، أعطيتني هذا الباعث وأنا لا أستحق، لو عملتني بذنوبي لما بعثت في قلبي هذه الهمة، لما حركتني. عزمت على أن أقوي هذا الباعث، سأجعل أرتب لنفسي وردا من الذكر، سبحان الله وبحمده 100 مرة من هذه الليلة نواظب عليها. في الحديث عن في صحيح البخاري، من قال 100 مرة كل يوم سبحان الله وبحمده غفر الله ذنوبه ولو كانت كمثل زبد البحر. سنخرج من المجلس هذا كل يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، ذكر حتى يقوى الباعث. نتفكر فيما يقوي عندنا هذا الباعث، نجالس الصالحين، نحرص عن الإعراض عن مجالس السوء وعن وسوسة الشياطين، نتوجه إلى الله عز وجل، ويكون الحديث إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم عن أول خطوة بعد أن يحصل في قلوبنا هذا الباعث. تتذكرون هذه الخطوة تحدثنا عنها في المجلس الماضي، وهي التوبة، تصحيح التوبة، ننظف الصفحة حتى نعامل الله بطهارة، وهو حديث المجلس القادم. لكن بعد أن تتحرك في قلوبنا همة الإقبال على الله، رزقنا الله وإياكم همة الإقبال عليه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بعث في قلوبنا أنوار الإقبال عليك. اللهم حرك فينا همة الإقبال عليك. اللهم إن نفوسنا تحدثنا في هذه الساعة أن نقبل عليك، وإن الأمارية بالسوء في أنفسنا تتوعدنا في هذه الساعة بأن إقبالنا لن يصح. اللهم إن خواطر الإقبال عليك تتحرك في قلوبنا، وإن عزما على التوبة تبرز أنواره الآن في قلوبنا، وإن شياطيننا يتوعدوننا بأن لن نثبت على هذه التوبة. فنسألك اللهم أن تنقلنا إلى وعدك من وعد الإبليس وإبليس وجنوده، ونسألك اللهم أن تحرك في قلوبنا أنوار الإقبال عليك حتى نصدق في تصديق وعدك ونثبت على صدق المعاملة لك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تردنا ونحن نسألك ونرجوك. إلهنا وسيدنا، ما أطلقت اللسان العاصية في طلب همة الإقبال عليك إلا وقد سبقت سابقة السعادة منك. اللهم فأقبل بقلوبنا عليك، وأنهض هممنا في حسن معاملتك، واجعلنا من المحبوبين الراشدين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.